رفع الستار وأغلق الجدال في قضية هناء والطفل يونس. هناء فتاة الشرقية اللي نحرت ابنها علشان كان في مأمنها وكمان سلخته وبدأت تطبخه وكمان بدأت تتناول إحدى القطع من جسمانه. صلى على حلة وجردل يا بنتي، يصلوا على حلة وجردل يا ابني. أنا ما انزل مش قادر أبص فيه لغاية دلوقتي. الراجل قال ما تبصوش لغاية دلوقتي. الراجل قال ما تبصوش. صدق نفسك من أخوك ولا نفسكم تروح تجيب برسيم وتاكل من الغير. وشلب لقاش ماشي بالشارع يجيب له ترنج ويجيب له حلاوه ويجيب له ساقع ويجيب لها تطفى حي ساقع يا ريتها تطفاها. واتمثلت بالجريمه ودفنت بعض اللحم في تراب البيت. انتهى القضيه وانتهى الحوار بإزدال الستار. من مين؟ مش من مواقع اخباريه ولا منصات ولا مقدمين محتوى. أسدل الستار على قضيه هناء قاتله ابنها بالشرقيه من مكتب حماده بيه الصاوي، مكتب النائب العام. مش هنقول اخبار مرسله ولا هننقل عن مواقع، احنا هنقرا لحضراتكم قرار النيابه العامه، وده القرار بتاع النيابه العامه اللي هنقراه قدام حضراتكم عشان تبقى اخبارنا موثقه من خلال مصادر موثوق بيها. النائب العام يامر باحاله المتهمه بقتل ولدها بفاقوس لمحكمه الجنايات، وده هتكون الجلسه دي في غضون ايام بالكتير خالص 10 15 يوم، وهنكون موجودين ننقل لحضراتكم كواليس محاكمه اول جلسه للمتهمه هناء محمد حطروش. نكمل مع حضراتكم للنهايه. أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي أو اجتماعي واجتماع الأدلة على ارتكابها للواقعة بعد خلوها من اضطراب النفسي أو العقلي. حيث قدمت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكاب جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفا من أن يبعده عنها مطلقها مدفوعة برغبتها الدائمة في الاستئصار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس وعن طليقها، إذ عدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت نوافذ المسكن وانفردت به مستغلة اطمئنان الطفل إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربه 3 ضربات فقتلته أولا. ثم في سبيل محاولتها إخفاء أثار الجريمة قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه وألقي القبض عليها من قبل رجال المباحث. وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل نجلها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيا كسبب لارتكاب ذلك الجريمة. فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقع عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلقها وزويه من الاختلاط به أو ملاحقتها بحق رؤيتها، حيث لم تعتمد النيابة العامة في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة فقط، بل استوقفت واستوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة 16 شاهد. 16 شاهد شاهدوا في القضية يا جماعة، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه في من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيا ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقع على نحو ما اعترفت به المتهمة.
وباستخدام الأدوات التي طوبدت وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطي الأم أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على سلامتها ويؤثر على الصحة النفسية أو العصبية للمتهمة. وكان كل ما قطع بسلامة المتهمة عقليا ونفسيا وبمسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي والطب الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص ولا في وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك أو الاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور مما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها. هذا وتشيد النيابة العامة بالتزام المؤسسات الإعلامية المنضبطة بموقفها من تلك القضية خلال تحقيقاتها من تحري الحقيقة في تقاريرها حولها بالإحالة إلى نتائج التحقيقات وما تعلنه النيابة العامة منها وعدم الانجراف نحو مواقف أخرى صدرت من فئة قليلة حاولت استغلال بشاعة الجريمة ونظرة الوقوع لتكسير سواد المشاهدين والمتابعين تحقيقا لمآرب وأهداف محددة بعيدة كل البعد عن الحرص على المصلحة العامة والأمن الاجتماعي مؤكدة اتخاذها ضد بعضهم الإجراءات القانونية لما شكلت أفعالهم من جرائم معاقب عليها وحفظ الله الوطن. النيابة العامة بتطلق تحذير شديد اللهجة لأي منصة لأي مقدم محتوى لأي موقع إخباري من زعزعة الرأي العام. النيابة العامة أصدرت قرار النهاردة أنها سليمة نفسيا وعقليا وأنها كانت مدركة لأن لحظة الإدراك في ارتكاب الجريمة النيابة العامة بتأكد عليها والمحكمة بتأكد عليها. إذن المتهمة ولا كانت بتاكل برسيم ولا كانت بتاكل بذر معيز ولا كانت عشان الانتهاكات اللي بتطلع على السوشيال ميديا وبيأكدوا ان هي مضطربة نفسيا والاهل يطلعوا يقولوا لا ده هي احنا عاوزين نعرف هي كانت ايه وكانت بيه وكانت ايه. النائب العام اسدى الاستطار النهاردة الفيديو ده يعتبر فيديو استثنائي بس ما ينفعش ان احنا ننام ونصبر لتاني يوم العصر عشان ننشر الخبر ده. الخبر ده لسه نازل من ساعتين بالكتير خالص وكان عندنا بس على ما انتهينا منه كنا عاملين حسابنا ان احنا ننشر القضية بعد البث. النيابة العامة اكدت ان تم تحليل دي ان ايه من عينة جثمان سعد الله يرحمه مع امه عشان يتأكدوا ان الولد ده فعلا ابنها ولا مش ابنها. النيابة العامة في بداية القضية قالت ان التحقيقات المبدئية بتؤكد من خلال المعاينة التصويرية من خلال اقوال الام من خلال 16 شاهد يا سادة ان الام تتمتع بسلامة العقل ورجاحة العقل وانها متزنة نفسيا لكن ما ينفعش يطلع تقارير من النيابة العامة واحالتها للمحكمة الجنائية الا بعد تحويلها لمستشفى الامراض النفسية والعقلية وبالفعل تم تحويلها. طب النيابة العامة هتطلع تقول المنشور ده والبيان ده بناء على ايه؟ بناء على تقرير الصحة النفسية او المستشفى اللي ودعت فيها هناء يمكن ما يقرب من 15 يوم او 20 يوم والتحقيقات المبدئية والتقارير المبدئية اثبتت سلامة ورجاحة عقل هذه الام العنقاء اللي استغلت ونهشت العادات والتقاليد وحكم ربنا سبحانه وتعالى وانتزعت من قلبها الامومة. دي مش ام هتكون اول جلسة خلال ايام وبنود حضراتكم ان احنا هنكون موجودين داخل الجلسة ونين اللي حضراتكم التفاصيل كلمة بكلمة هنكون موجودين داخل المحكمة. فلو حضرتك حابب ان انت تتابع القضية على منصة اخوك مجدي الباو فالشرف ليا ان حضراتكم تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس وكتابة الكومنتات علشان الاشارات توصل والفيديوهات توصل ليكم وان شاء الله بنوعدكم ان احنا هنكون موجودين في اول جلسة باذن الله. خلاص التكهنات كلها خلصت وانتهت وباب الجدال والمجادلة اللي سمعناه وتصوير فيديوهات وتصوير بيوت وحاجات وكلام كله متناقض مع بعضهم واللي تطلع تقول لك انا شيخة ولازم اعالج هناء واللي تطلع تقول انا صاحبته ما اعرفش عنها حاجة وحاجات كتيرة او خلاص قضي الامر الذي فيه تستفيان بقرار النيابة العامة النهاردة. خلاص كده اظهر الحقيقة للقاسي والداني في قضية هناء قاتلة ابنها او طبخة ابنها او الطفل المطبوخ زي ما
الهاشتاجات كانت بتطلع عشان يتبين الحق وتكون عبرة لكل أم بتسوي لها نفسها عشان توقد ابن أو بنت من أولادها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وإذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت. هنا في أول الجلسات، وأكيد أول جلسة هتكون يمكن جلسة فارقة جدا جدا جدا، وهيصدر لأن القضايا الترند أو القضايا رأي العام بيكون عليها العين شويتين، فبيصدر القرارات بدري شوية وبعد تحويلها للمحكمة الجنائية مع سبق الإصرار. يعني النيابة العامة أكدت مع سبق الإصرار، لأن البنت قتلت الولد واستمرت يومين لحد ما تم اكتشاف القضية، عشان أهلها يطلعوا يقولوا إنها مضطربة نفسيا، أهلها يطلعوا يقولوا إحنا واخدين فلوس وكانت قاعدة وكانت لا، الكلام ده كله خلص. ومن حقنا ومن حق جميع المنصات إنها تتكلم في الأمر اللي أصدرته النيابة العامة. في نهاية الأمر هناء طلعت عاقلة، وده شيء هيوجع قلوب ناس كتيرة جدا إن أم تعمل في ابنها كده. لله الأمر من قبل ومن بعد. أحرق وصلت معانا نهاية الفيديو، يا ريت ما تنسناش في الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد على منصتكم انتوا، مش منصتي انا، منصة مجدي البلاوي. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم.